ايوه ده كان قرار لجنه التخطيط. ده كان قرار لجنه. سؤال مهم يا كابتن، خلينا نخرج شويه لانه الحوار ده تاريخي. تمام. انه في وجود اللجنه 5 سنوات حضرتك رئيس اللجنه، وزي ما قال فيصل في التقرير انت حققته، يعني النادي حقق انجازات غير عاديه، بطولات محليه، بطولات افريقيه، بطولات سوبر، يعني تالق في كاس العالم للانديه بشكل رائع. الناس ما كانتش تروح لكم ابدا مع اي انجاز، لكنه مع اي فشل لجنه التخطيط، درجه ان زكريا نصف مره كلمني قال لي طب يا سيدي ماشي احنا وحشين، طب لما نكسب ليه ما يتقالش علينا ان احنا كويسين؟ كنت بتتعاملوا ازاي؟ يعني ترشحوا ازاي؟ بتتكلموا مع الراجل ازاي؟ بتتكلموا مع المجلس ازاي؟ ما ده مهم الناس لازم تبقى عارفه يا كابتن محسن برضه. يعني الناس مسؤولياتكم، حدود مسؤولياتكم كانت ايه؟ هل فعلا كنتوا لجنه لكم صلاحيات ولا مالكوش صلاحيات ولا احكي لي شويه. يعني الخطيب لما استدعاني في اللجنه، وعلى فكره هو ما استدعانيش عشان انا صاحبه. لا طبعا الخطيب يعني ما عندوش صحبيه. الراجل يعني يعني اضطر ان هو يعمل القرار. ليه؟ لانه كان الكابتن طه هو اللي كان رئيس اللجنه. مظبوط، ربنا يديله الصحه. الكابتن طه طلب ان هو يمشي عشان بيفضل انه يشتغل في التحليل وكده. نعم. فالكابتن كلمني، كابتن محمود كلمني قال لي احنا عايزينك كذا 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 كذا. فانت عارف احنا ما نقدرش لما يكون ولا نقدر نفتح بقنا. تعالى ما نقدرش، فرحانين جري كمان، روح جري، خصوصا لما يكون العرض مناسب لقدراتك. نعم. هو شاف قدراتي وشاف السي في بتاعي. نعم. فانا كلي في التخطيط، انا كلي في التدريب، انا كل دراستي في المنطقه دي. نعم. انا كل خبراتي في الملاعب في المنطقه دي. فطلب مني ان انا اتعاون معاه في الحته دي، فطبعا حلو وافقت، ولي الشرف ان انا اوافق. كويس. لكن يعني كون انه يعني عملنا يعني في السر زي ما بيقولوا. نعم. او غير منظور. أيوه. ده لا يقلل من قيمه اللجنه وعمل اللجنه. نعم. ومجهود اللجنه. لكن في نفس الوقت انا عايز اقول لك حاجه يا احمد. طبعا. انا يعني انا عايز يعني برضو كل ما يحصل انجاز تبص تلاقي لستة من هنا لهناك هم اللي شاركوا. لما تقول بطولة تقول لك المدرب ومساعد المدرب والمدلك والعامل والفلان والإداري واللي يعني. يا كابتن أحمد العملية بسيطة جدا، أنت لما تحط لايحة وتحط قائمة والعمل بيمشي بتبقى الموضوع موجود عند اللعيبة والمدرب. صحيح. بس لما تيجي تقول مين حقق الإنجاز، أنا شخصيا أقول لك المدرب واللعيبة. إحنا فين؟ إحنا بعيد، ما عندناش اي دور. احنا يعني بنخطط، احنا بنوفر، احنا بنقترح. لكن اللي في المعركه مين؟ مدرب واللاعب. صح. فدايما لما تيجي تتكلم كده تلاقي انه كل الناس بتخش في الطابور ده. نعم. مش انت. مش احنا. هو في مشرف على الكوره، هو اللي بيتابع 24 ساعه كابتن محمود الخطيب. كويس. ده يعني ناقص يعني ايه ينام في الملعب معاهم. نعم. في اي مشاكل بيجي يتكلم معانا، عندنا كذا كذا، بيسمع لنا، بياخد اللي بيقتنع بيه وبيتكلم مع المدرب، بيتناقش مع المدرب. اذا حصل تصادم ايوه واختلاف في وجهات النظر ما بين وجهه نظر اللجنه والمدرب. نعم. يبقى كلام المدرب هو اللي يمشي. حصل تصادم كتير؟ مش كتير. مش كتير. مش كتير. ومش في حاجات يعني مؤثرة كتير. بس حاجات يعني احنا كنا شايفينها هتأثر وأثرت بعد كده شوية. يعني قرارات، استغناءات عن لعيبة. يعني لنا وجهات نظر مختلفة. كان وجهة نظرك ايه في خروج ديانج وعبد القادر؟ زعلت. انا زعلت. نعم. بصراحة. نعم. احنا مختلفين في وجهات النظر. نعم. لكن ده قرار المدرب. لو انا مدرب مكانه واتيحت لي ان انا هاخد قرار، هاخد قرار. سواء القرار ده يعني صح او غلط. نعم. لكن انا صاحب القرار، وهو من حقه ان هو ياخد القرار. وبالتالي احنا من حقنا او من واجبنا ان احنا نقول. نعم. احنا وجهة بس في النهايه بينتصر راي المدرب. راي المدرب هو. نعم. اللي وحضرتك لو مدرب كنت هتبقى كده، رايك هو اللي هينتصر. بتختلف من مدرب لمدرب. انا قصدي بس انا بتكلم على المبدا نفسه. المبدا نفسه. انه انا كمدرب لابد ان اكون صاحب القرار. نعم. طيب. لكن في نقطه. اتفضل. يعني احنا عايزين لعيب. نعم. مش لازم انت تكون صاحب القرار كمدرب. نعم. بعد اذنك. ايوه. يعني النادي بيعمل دراسه، بيعمل سكاوتنج، بيجيب لك ترشيحات. بنشوف، بندرس، وبعدين بنرشح لك.
واحد اتنين تلاتة في المركز ده، واحد اتنين تلاتة في المركز ده. اتفضل حضرتك اتفرج وشوف وفكر وقول لنا. يقول انا عايز نمرة اتنين. ايوه اتفضل نمرة اتنين. كويس. لكن ما يقولش لا مش عايز دول وانا هجيب واحد. هل ده حصل قبل كده؟ حصل. في مودست؟ في مودست. في مودست. حصل قبل كده. فانا مش مع ده، انا مش مع ده. وبالتالي يعني حاولنا وحاولنا وقعدنا كتير لغايه ما اقنعنا. اخذنا كتير، خدنا فتره طويله. متعب كولر؟ على متعب في حكايه ضم اللعيبه، في حكايه اختيار اللعيبه. هو انا عارف ان بيحب يتعرض عليه سفايات كتيره جدا. هو صبور جدا. صبور. وبيسمع. وبيسمع. وبيشوف. وبيدرس. بياخد وقت. وبعدين بيدي لك قرار. بيدي لك قرار. بيدي لك قرار. في قرار بتبقى مع او ضد. نعم. طالما هو خد قرار يبقى هو صاحب القرار. قضي الامر. نعم. احنا ما احنا الا يعني لنا النصح. نعم. احنا بننصح. في النهايه شايفين كذا، احنا شايفين كذا، احنا شايفين كذا. نعم. ما قصرناش في حاجه. المشرف العام بيبقى موجود وشايف الكلام ده كله وبيبقى موافق عليه. نعم. يعني خلاص كذا كذا، متشكر جدا، عملتوا اللي عليكم يا جماعه. الراجل عايز يعمل واحد اتنين تلاته. حقه. خلاص حقه. نعم. ليه؟ لانه لو الفرقه اتهزت ولا وقعت مين مسؤول؟ اسهل حاجه المدرب يقولها. مظبوط. دخلوا في شغلي. هم اللي جابوا. وده عمره ما حصل في النادي الاهلي. عمره ما حصل تدخل في عمل المدير الفني. عمره لا يوجد على الاطلاق. عشان كده انا بقول ايه. يا بخته ويا سعد ويا هناء اللي يدرب الاهلي ده يوم مناه. وانا سؤالي